يعني نقدر نقول لك يا كابتن اسامه باذن الله كل التوفيق ان شاء الله، نتمنى دعوات حضرتك ودعوات كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي بالتوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المهمه ومباراه الاياب لدور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا في مواجهه فريق صن داونز. خليني اقول لك ان النادي الاهلي كان قرار حكيم يحسب للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي باتخاذ القرار ان يكون السفر لجوهانسبرج وبالتحديد بريتوريا قبل موعد اللقاء بست ايام، وده لقى استحسان عند الكثير من جماهير النادي الاهلي والمتابعين. يعني حتى ما موجود، انا بكلمك في الوقت دلوقتي يا كابتن اسامه، افراد فريق صن داونز موجودين ايضا، هيكونوا على نفس الطائره اللي هيستقل لها فريق النادي الاهلي. الاقلاع ان شاء الله يا كابتن اسامه هيكون في تمام الساعه 11 مساء، يعني هتبقى ان شاء الله رحله الطيران هتستغرق 8 ساعات، يبقى الوصول لمطار جوهانسبرج في تمام الساعه 7 صباحا، ثم هيستقل الفريق حافله هتنقل الفريق من جوهانسبرج لبريتوريا، يعني هتستغرق ساعه بالظبط ما بين جوهانسبرج حتى الوصول الى بريتوريا. كان مستر ريني فايلر كان اعلن القائمه لقائمه النادي الاهلي المسافره، يعني قول لنا برضو قائمه اللاعبين يا فاروق، قائمه اللاعبين المسافرين للقاء العوده. بالظبط يا كابتن اسامه، مستر ريني فايلر اعلن قائمه الاهلي لهذا اللقاء اللي ضمت كل من محمد الشناوي وعلي لطفي وظهور اول لمصطفى شوبير في قائمه النادي الاهلي في المواجهات الخارجيه، محمود متولي ورامي ربيعه، ياسر ابراهيم ووليد سليمان وايمن اشرف وحسين الشحات واليو ديانج، عمرو السليه، مروان محسن، محمد مجدي قفشه، علي معلول واحمد الشيخ، اليو باجي واحمد فتحي وجونيور اجاي وجيرالدو ومحمد هاني. دي القائمه اللي اعلنها مستر ريني فايلر كابتن اسامه، ان شاء الله يبقى كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المواجهه، نرجع ان شاء الله منصورين وصعود النادي الاهلي الى مباراه النصف النهائي باذن الله يا كابتن اسامه. رئيس البعثه الكابتن محمود الخطيب فاروق. بالفعل يا كابتن اسامه، الكابتن محمود الخطيب يترأس بعثه النادي الاهلي المتجهه الى جنوب افريقيا، يعني ودي من الامور اللي يعني عايزين احنا برضه نتكلم ونستفيد فيها. اعتقد وجود الكابتن محمود الخطيب بصفته الشخصيه وجوده بنفسه يكون رئيس للبعثه بتوصل اكثر من رساله للاعبين، ان انا معاكم واحنا في ظهركم. رئيس اكبر منظومه رياضيه في مصر في القاره الافريقيه الاسطوره محمود الخطيب اللي يكون موجود في رئاسه بعثه فريق النادي الاهلي، اعتقد بيبقى ليها رسائل ايضا مع الفرق المنافسه وتواجده في جنوب افريقيا. ايضا افراد بعثه فريق صن داونز كان الكابتن المنسق الاعلامي الكابتن خالد علي حديث يعني منذ لحظات قليله كان ابدى اعجابه بالفعل بوجود الكابتن محمود الخطيب كرئيس للبعثه، وحي مجلس اداره النادي الاهلي على اتخاذ القرار بالسفر يعني بدري ست ايام الى بريتوريا وجوهانسبرج، واشاد بهذا القرار. يعني اصداء هذا الامر يا كابتن اسامه ليها صدى كبير جدا عند المنافس، واعتقد ده يعني ليه مردود كويس جدا عند كل جماهير النادي الاهلي. طب التجمع في المطار الساعه كام؟ يعني احنا ان شاء الله يا كابتن اسامه التجمع هيبقى من يعني تمام الساعه 8 يعني 8 ل 8 ونص كده ان شاء الله يا كابتن اسامه. بدا يتوافد اللاعبين وافراد الجهاز الفني والكابتن ماهر عبد العزيز ومحمد اسامه بينهوا اجراءات السفر وكافه الاجراءات الخاصه بجوازات لاعبي النادي الاهلي. طيب وانت قريب كده من اللعيبه في المطار يا فاروق، عايز بس اتطرق لنقطه مهمه، هل وصل اللعيبه ان احنا هنا في استاد القاهره كسبنا 2 فاحنا رايحين باريحيه، ولا احنا رايحين كانها مباراه من الاول مباراه العوده في جنوب افريقيا؟ لا خليني اقول لحضرتك يا كابتن اسامه، لعيبه النادي الاهلي المباراه مقسمه الى شوطين، هو الشوط الاول انتهى هنا في مصر يفوز النادي الاهلي بهدفين، احنا هنبدا مباراه ثانيه جديد خلاص، يعني لعيبه النادي الاهلي والمستر ريني فايلر قال للعيبه خلاص احنا قفلنا صفحه مباراه الذهاب بايا كانت النتيجه، اعتقد 2-0 لو ادت نوع من الارتياح لعيبه النادي الاهلي، ولكنها لسه المشوار طويل، لسه عندنا مباراه صعبه، فريق صن داونز فريق من الفرق القويه جدا، فريق قوي جدا على ملعبه، ظروف المباراه وتوقيت المباراه اعتقد هي من الامور اللي لعيبه النادي الاهلي بتضعها في الحسبان، ايضا الجهاز الفني بيعمل لها الف حساب. لا لعيبه النادي الاهلي لسه بتقول احنا عندنا مباراه ثانيه، والطموح عند لعيبه النادي الاهلي كمان ان احنا نحقق الفوز هناك في ملعب بصن داونز بريتوريا، اعتقد من الامور والرسائل المهمه جدا اللي احنا شايفينها ولمسنا من لعيبه النادي الاهلي يا كابتن اسامه. تمام، كل الشكر لزميلنا فاروق صلاح، توصلوا ان شاء الله بالف سلامه وكل التوفيق للبعثه واللاعبين.